السيدة الدكتورة، في تطبيق ملامح وخطوط الكبرى بتاع الاستشارة دي. قبل ما نيجي للكلمة، أحب فقط أذكر اللي أحنا الهيئة غدا ستعقد جلسة استماع عالمية حول موضوع الانتهاكات التي شابت خروج المحتل الفرنسي من تونس. وفقط للتذكير، وإن شاء الله تكون معنا غدوة، ونتمناو أنه الهيئة ستعطيكم إضافة حقيقية في هذه المواضيع التي المؤرخين مطالبين باش يسلطوا أكثر أضواء عليها، اللي هي جزء من تاريخنا اللي ممكن يفسر أشنو اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، وإن شاء الله غدوة نكونوا مع بعضنا. وأحيل الكلمة إلى زميلتي السيدة حياة الورتاني، مش نعتذر عنها برشا شغل قاسمين الخدمة مع بعضنا، وبالتالي نعتذر السيدة ربي يحيي في الكلمة. دونك مرة أخرى مرحبا بكم، باش نقدم لكم أنا الاستشارة بتاعها وأهدافها وكيفاش باش تتم الاستشارة هذيا حول البرنامج الشامل لجبر الضرر. كما تعرفوا الهيئة وقع احداثها معناتها بموجب القانون الاساسي اللي هو القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013، واللي حدد مهام الهيئة. من ضمن مهامها هو كشف الحقيقة، البحث معناتها والتقصي في كل انتهاكات حقوق الانسان، جبر الضرر، اعادة تأهيل الضحايا، حفظ الذاكرة، وانساء ضمانات لعدم التكرار. إطار جبر الضرر من أول معناتك لمبدأة الهيئة، قمنا بتقسيم معناتك لأعمالنا إلى رجال، منهم لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار اللي هي تعنى بإعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر للضحايا. البرنامج هذايا القانون معناتك صنفوا وحدوا على أساس أنه نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج، ويمكن أن يكون فردي أو جماعي، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة. يعني الفصل هذايا حدد ألفوا أشكال جبر الضرر، ولكن أيضا حدد الفئات اللي مشمولة بجبر الضرر. دونك البرنامج هذا إلى جانب معناتها اللي قلناه بكري اللي هي التعويضات وإعادة التأهيل والإدماج ورد الاعتبار والاعتذار، فيه زاد جانب رمزي اللي هو الهدف نتاعو الاعتراف للضحايا بنضالاتهم، وكذلك تخليد ذكراهم اللي هو يدخل زاد في جانب حفظ الذاكرة اللي تهتم به لجنة حفظ الذاكرة في الهيئة. البرنامج هذايا الدولة هي بالقانون هي المسؤولة على تنفيذه، هي باعتبارها المسؤولة على الانتهاك، دونك هي المسؤولة على تنفيذه، هذا ما جاء معناتك في القانون. وأضاف معناتك للقانون أنه في تنفيذ البرنامج هذايا تأخذ الدولة زادة بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لديها. دونك في إطار إعداد البرنامج الشامل اختارت الهيئة أنها تشارك أكثر ما يمكن من المتداخلين في العدالة الانتقالية باش تاخذ آرائهم وانتظاراتهم في البرنامج الشامل هذا. دونك باش يكون برنامج معناتك تشاركي اللي باش نشاركوا فيه في نفس الوقت ممثلي المجتمع المدني، الضحايا، وكذلك ممثلي أجهزة الدولة، وكذلك العموم. دونك الهدف من الاستشارة هذايا هو كما قلنا أولا معناتك تشريك المتداخلين الكل في البرنامج في تصوراتهم، في طرح تصوراتهم اللي احنا باش ناخذوها بعين الاعتبار في اعدادنا للبرنامج الشامل لجبر الضرر. بدايتنا احنا قلنا معناتك فما عديد المراحل لهالاستشارة هذايا. المرحلة الأولى هي باش تكون معناتك لمرحلة عمل كيفي، وفي معناتك لجزئين. العمل الكيفي اللي هو باش يبدأ بورشات عمل وورشات حوار مع المجتمع المدني، واللي هذايا باش ينطلق من يوم 26
مارس وبش يتواصل حتى 2 أبريل وبش يخص كذلك جميع الجهات. لو مش ننطلق إن شاء الله معناتك لحد الجاي هي تكون هذه المرحلة الأولى اللي موجهة للمجتمع المدني. حكينا لكم التابلو فيه معناتك للرسامة كلها متاع الاستشارة هذية اللي باش تتم إن شاء الله نهار 26 مارس باش تبدأ في القاسرين وفي جندوبة، نهار 31 مارس باش تكون في مدنين وقفصة، ونهار 2 أبريل باش تكون في تونس وسوسة. دونك العملية باش تكون معناتك أون باراليل في نفس النهار باش نمسوا جهتين اللي هما باش يكونوا زوز أقاليم، وفي كل أقليم باش يكون فما مجموعة من الجهات. مثلا القاسرين باش يكون فيها القاسرين وسيدي بوزيد والقيروان، بالنسبة لجندوبة باش يكون فيها يشارك فيها جندوبة الكاي باجا وسليالي. دونك في كل أقليم باش يلم معناتها في مجموعة من الولايات. هذه المرحلة الأولى للاستشارة، هذه المرحلة الأولى نأكد اللي هي المرحلة الأولى باش تكون واضحة، لأنه ساعات يتصوروا اللي احنا باش نتفاجئوا فقط للمجتمع المدني، لأنه فما مرحلة ثانية كيفية باش تهم معناتك للضحايا. دونك في المرحلة هذيا باش تهم المجتمع المدني، في مرحلة أخرى باش يكون فما ورشة عمل مع ممثلي أجهزة الدولة، واللي احنا معناتك كما قلنا بكري الدولة هي المسؤولة على تنفيذ برنامج جبر الضرر، ويهمنا أنه معناتها أجهزة الدولة تكون متحسة للبرنامج هذايا وتكون تلعب دور إيجابي وفاعل في رؤيتنا للبرنامج الشامل، باعتبار أنها هي بعد هي باش تكون مسؤولة على تنفيذه. المرحلة الثانية اللي هي باش تكون مجموعات بؤرية أو معناتها لي فوكس جروب، واللي هي باش تهم الضحايا. دونك باش تكون فما ورشات موضوعاتية موجهة بالأساس للضحايا، باش تكون على اساس موضوعات. مثلا احنا عندنا عديد الانتهاكات اللي مشموله بها العمل، مشغول بها عمل الهيئه، باش يكون موضوعاتيه مثلا على التعذيب، موضوع التعذيب باش تكون معناتك لمجموعه ممثله للضحايا اللي هما تعرضوا للتعذيب، ويكون ممثله بشكل معناتها انها تمثل كل الضحايا سواء في السن او معناتك للجنس او الجهه او معناتك لعديد معناتك الاعتبارات. دونك هذه باش تكون في مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة بعد ما نكملوا معناتها الاستشارة مع المجتمع المدني ومع الضحايا، باش تكون ثم عملية صدر آراء اللي هي باش تكون اون انكيت ناسيونال اللي باش تتوجه لعدد أكبر من الضحايا اللي صابين ملفاتهم عنا، ولكنها أيضا باش تتوجه إلى عموم الناس باش نتعرفوا على رأيهم، وهذايا باش يكون عن طريق إدماج كل التوصيات اللي تحصلنا عليها من خلال الورشات العمل مع المجتمع المدني، ومن خلال زادة الورشات أو المعنتك اللي فوكس جروب اللي باش نقوموا بها مع الضحايا، باش ناخذوا معنتك كل توصياتهم وندمجوها في هالاستبيان، وباش ناخذوا رأي العام ورأي الضحايا معنتك في أكثر عدد ممكن، باش يقولوا لنا شنو هي رأيهم في المقترحات هذيا في التوصيات هذيا، وشنو هما يحبوا يزيدوا يضيفوا كتوصيات نجموا ندمجوها احنا في البرنامج اللي قاعدين نعملوا فيه في خصوص جبر الضرر. بعد الانتهاء من الاستشاره كلها دونك كل العمل الكمني والكيفي، باش يقع معناتك لعقد مؤتمر وطني باش يكون موسع، ووقتها باش نقدموا فيه كل النتائج اللي خرجنا بها من الاستشاره الوطنيه هذيا سواء على المستوى الكمي او المستوى النوعي. هذايا معناتها بعجالة الاستشارة الوطنية اللي باش تقوم بها الهيئة. تفضلوا كان عندكم أسئلة. كريم بوعلي وكالة الأناضول للآباء. سؤال مش على جبر الضرر، عندي سؤال بخصوص المبادرة اللي قدمت المصالحة الوطنية الشاملة والقانون هذا اللي يعتزم تقديمه مجلس نواب الشعب.
باتخاذ او حد يكون نجم جاوبنا على مبادرة هذه موقفكم منها الهيئة، وهل تشوفوا انه يعني ضد مسار عدد الانتقالية او تدعيما له؟ شكرا. شكرا. شكون عنده سؤال اخر الساعة في مجال الاستشارة الوطنية؟ حمزة بن رجب، قناة التاسعة. نسأل يعني الأطراف المتداخلة في الاستشارة الوطنية حول جبر الضرر، خاصة الأطراف المحلية التونسية والأجنبية. السؤال بخصوص عبد الباخلي في قناة الزيتونة بخصوص جبر الضرر، كان هناك العديد من الجهات الدولية التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في الصندوق هذا، من بينهم قطر، ألمانيا، وحتى البنك الدولي يعني أعرب عن استعداده للمساهمة في هذا الصندوق، أيضا المواطنين التونسيين بالخارج. أين وصلت هذه المساعي في إحداث هذا الصندوق والإسهامات الخارجية والتونسية بالخارج؟ شكرا. دونك بالنسبه للجهات المتدخله، انا معناتك اللي وضحت اللي هي باش تكون المجتمع المدني باش يكونوا الضحايا وباش يكونوا المسؤولي الدوله، اللي هما هذوما ثلاثه اطراف اللي متداخلين بالتبعي الى جانب الهيئه اللي هي مسؤوله على اعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر، هذوما الاطراف المسؤولين على المساله هذه. مسؤولين الدولة السابقين نحكيو على جبر الضرر، مانيش نحكيو معناتها على المحاسبة والمساءلة، نحكيو على جبر الضرر، مسؤولية الدولة اللي موجودين واللي هما مسؤولين على تنفيذ البرنامج، داكورتو؟ دونك المسؤولين اللي موجودين توا واللي باش يتحملوا مسؤوليتهم في تنفيذ البرنامج هذايا. بالنسبة للجهات الدولية والوحدة، احنا بالقانون يقول سيحدث صندوق عندك اللي اسمه صندوق الكرامة، واللي هو اللي باش عن طريقه هو باش يقوم معناتك لتنفيذ برنامج جبر الضرر، سواء في مجال معناتك التعويضات أو مجال معناتك لإعادة التأهيل أو غيره من المجالات اللي تخص جبر الضرر للضحايا. احنا لليوم كما يعرفوا الناس الكل، الصندوق هذايا مازال معناتك ينتظر الامر اللي معناتك باش ينظموا اللي يحدد طرق معناتك لتسييره، لليوم مازال معناتك ما صدرش، دونك مازال ما نجموش نعرفوا اذا كان معناتك التمويلات هذايا اللي تحكي عليها انت معناتك باش تكون موجوده او غير موجوده، باعتبار معناتك الصندوق مازال معناتك الامر المنظم فيه ماهوش موجود، دونك ما نجموش نحكيو على التمويلات حتى فين نعرفوا كيفاش باش يقع معناتك تنظيمه وتسييره وقتها تتحدد معناتك زاده التمويلات اللي باش تتحط فيه وشكون الجهات اللي تنجم معناتك تمول الصندوق هذايا. الامر من اين؟ من رئاسة الحكومة بالطبيعة. بالنسبة للكونسلتاسيون علاش معناتها وشنو الإفادة أو الإضافة معناتك اللي باش تجيبها؟ احنا الهيئة بالقانون هي عندها مسؤولية إعداد برنامج شامل لجبر الضرر، لكن احنا في الإطار هذايا قلنا ما نجموش احنا نعملوا برنامج اللي هو ممكن ياسر غدوة ما يستجيبش التطلعات والحاجيات معناتك للضحايا وحاجيات معناتك وانتظارات المجتمع المدني، فاحنا صدد التفكير لكن قلنا في هالإطار هذايا لازم يكون عمل تشاركي، والعمل التشاركي هي ساعات باش تقوم به الهيئة في كل أعمالها مش فقط في جانب جبر الضرر، فاحنا اخترنا ان يكون معناتك البرنامج هذا يكون تشاركي وناخذوا فيه اراء الناس الكل، سواء الضحايا المعنيين معناتك مباشره او المجتمع المدني اللي
عارف المجال واللي عنده دور كبير معناتها في زاده ينجم يلعب في انه يعطي تصوراته ويعطي توصياته في خصوص معناتها برنامج شبر الطرف. سيدة ليلى كانت الحكومة قدمتكم بمقترحات أنتم تحفظتوا عليها المقترحات الحكومة أخذتكم مقترحات بخصوص جبر الضرر أنتم تحفظتوا عليها وسألكم يعني يريدوا أنه الأمر قليل يعني لا يفي بالغرض لو تحطونا توضيحات والله ما عنديش المعلومة هذه الحكومة ماهيش هي معناتك اللي بتقدم مقترحات في جذر ضرر معناتك اللي بالقانون الهيئة هي اللي معنية وهي اللي مسؤولة على إعداد البرنامج الشامل في جذر ضرر الدولة هي المسؤولة على التنفيذ ما فماشي مقترحات من الحكومة في خصوص جذر ضرر ربما أنت تقصد صندوق الكرامة. صندوق الكرامة فعلا هو أمر فيه حوار بين الهيئة والحكومة بخصوص طريقة تسييره والتصرف فيه ومصادر التمويل. وفعلا هذه نقطة مازالت موضوع نقاش بين الهيئة والحكومة من يتولى تسيير الصندوق باعتبار أن الهيئة مهمتها محدودة في الزمن وبرنامج التعويض او جبر الضرر يمتد على فتره لاحقه لها بالهيئه، وبالتالي يجب بالنسبه للصيغه ان يكون برنامج جبر الضرر محدد من طرف الهيئه وفقا للنص القانوني الوارد في قانون العداله الانتقاليه مع احترام الموارد الماليه من طرف الحكومه عند التنفيذ في المرحله اللاحقه عندما يتم التعويض للضحايا، هذاك علاش المساله ما زالت في موضوع نقاش وحوار بين الهيئه وممثل الحكومه. حبيت فقط نضيف معناتك بالنسبة لمسألة الصندوق أنه صحيح أنه فما مقترح معناتك مشروع معناتك لأمر اللي قدمته رئاسة الحكومة لكن هذا المشروع هذا فيه عديد الإشكاليات كما سبق ووضح زميلي سعليم لكن فما إشكاليات حتى الشكل اللي باش ياخذوا الصندوق هذا لأنه لازمنا معناتك نحددوا شكله كيفاش باش يكون هذا الصندوق هذا وتسييره كيفاش باش يتم وشكون اللي باش يسير الصندوق هذا شنو المهام نتاعو الصندوق هذا دونك هذايا كلها لازمها تتحدد معناتك في الأمر باش تكون معناتك من بعد نضمنوا التنفيذ اللي باش يصير من بعدنا معناتها احنا الهيئه مش هي باش تنفذ الدوله هي باش تنفذ لكن الصندوق هو باش يكون عنده دور كبير اذا كان ما يتنظمش من توا والامر يكون معناتها واضح باش تقع فما اشكاليات حتى بعد عمل الهيئه. توضيح للاطراف المتدخله في الاستشاره مثل ما اشارت زميلتي رئيس لجنه جبر الضرر السيده حياه المرتالي بين الاطراف المتدخله هما الفاعلين الحكوميين بمعنى مؤسسات الدوله. علاش تدخل مؤسسات الدوله في الاستشاره الوطنيه هذه؟ لان جبر الضرر هو نظام معناها يقوم على جبر ضرر مادي ومعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج وغير ذلك. هذا الكل الدولة هي المسؤولة على تنفيذه وهي اللي باش تقوم به. وثم القانون يشير إلى أنه جبر الضرر هذايا يلزم يأخذ بعين الاعتبار المقدرات المالية والمادية المتوفرة لدى الدولة. ولذلك فإنه مؤسسات الدولة مهم جدا أنها تكون الشريك الأساسي في إعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر. سأحيل الكلمة شكرا. هو في تعليق السؤال ذكر انه موقف الهيئه واضح وصريح من مشروع قانون مسار القدم في رئاسه الجمهوريه عنده جويليا 2015 وهذا الموقف عاود اكدنا عليه في عديد المناسبات اخرها الاستماع الى الهيئه امام لجنه التشريع العام للبرلمان في جويليا 2016
لم يطرأ أي شيء جديد حتى نغير الموقف. لم يتم استشارتنا في هذه التعديلات التي سمعنا عنها في الإعلام. لم يصلنا أي مشروع رسمي يتعلق بهذه التعديلات التي قيل أنها أدخلت على ذلك المشروع. عندما يتم إعلامنا الرسمي أو استدعانا سوف نعطي موقف المجلس تجتمع مجلس الهيئة ويصدر موقف ولكل حاجة جديد. اللجنة والمصالح تشتغل وفق قانون العدالة الانتقالية وهو قانون شافي وكافي وضافي، تشتغل كذلك وفق دليل إجراءات والنظام الداخلي للهيئة وتحقق في تقدم على مستوى البت في ملفات التحكيم والمصالحة. أصدرنا لحد الآن 3 قرارات تحكيمية نهائية باتة وتم تنفيذها، 2 قرارات تتعلق بالانتهاك حقوق الإنسان وقرار تحكيمي يتعلق بانتهاك فساد مالي، وتم تسويد هذا الملف بضخ مبلغ هام من الأموال لفائدة الدولة بصفتها الرسمية كما أشار إلى ذلك زميلي عادل البنيزي، والدولة بدأت بجبر ضررها في ملفات التحكيم والمصالحة. لذلك نحن كهيئة مثلما عبرنا على ذلك سابقا لا نجد أي حاجة لإصدار قانون جديد موازي من شأنه إفقال المنظومة التشريعية ومن شأنه كذلك إهدار المال العام وخلق مؤسسات موازية لا تسمن ولا تغني من جوع لفائدة إنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية. شكرا. سي خالد عدنا إضافة للسي سلاح. شكرا. صحتي راشد. المصالحة مش موضوع الجلسة بتاعنا هذه، ولكن المصالحة هو غاية عملنا هذه الاستشارة وجبر الضرر ورد الاعتبار يكون به لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار، وكذلك هو وظيفة جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها الهيئة إلى حد الآن، والهيئة لها برنامج آخر موالي بخصوص جلسات الاستماع العمومية، وربما ستكون هي مجال هذه المصالحة التي يبحثون عنها. فالهيئة ما هيش تتهرب من المصالحة، بالعكس هي جاءت من أجل إنجاز المصالحة، ولكن سوف تأتي في إطارها وسوف تأتي بأدواتها وسوف تأتي في شروط. أتم شروط موضوعية لتحقيق مصالحة حقيقية، ما فماش مصالحة مغشوشة ولا مصالحة متعجلة، لأن الانتهاكات والخلافات تدام عشرات السنين لا يمكن أن نتعدى عليها بجرد قلم وبنص متعجل وقولوا هنا عملنا مصالحة. المصالحة هي عندها شروطها وشروطها ستوفرها لي، من المفروض يحاسب الهيئة علاش ما وفرتش شروط المصالحة، وهذا هو المطلوب. الأمر لا يتطلب استجابة هيك بينات اثنين. الهيئة كما قال سي خالد، كما قال قبل قليل سي خالد الكريشي، احنا سوف لا نرد على شيء مازال في نطاق الوهم أو نطاق ربما القدر أو مازال ما وصلش أو ما عقبش أو ما فماش. سوف نتكلم عن أشياء إذا كان ثم أشياء أمامنا ووصلتنا ورسمية، ووقتها نناقشها بصفة رسمية. أما مبدئيا نحن أرضية المصالحة هي الهيئة وهي العدالة الانتقالية، وكل عمل يصب في هذا الاتجاه هو إيجابي. شكرا سي سلاح. يعطيكم الصحة. أنني فقط حبيت أذكر في نهاية هذه النقطة الإعلامية بما قالته رئيسة الهيئة في بداية هذه الجلسة، وهو أنه غدوة 24 مارس لدينا جلسة علنية جديدة نتمنى أن نكون موجودين فيها وتابعوها، وهي متعلقة بالانتهاكات التي صاحبت
فترة الاستقلال بين 1955 و1956 وفيها معطيات جديدة ربما لم يتعرض لها المؤرخون من قبل، وهي دعوة كذلك للمختصين في التاريخ للنظر في هذه الأحداث وفي هذه الوثائق التي ستعرض في أول مرة. شكرا جزيلا. ندعو الجمعيات النسائية خاصة طبعاً وكل المجتمع المدني إنه يسارع بالتسجيل، إنه يكمل يعني خاصة الجمعيات النسائية في الداخل إنها تساهم وتشارك في الاستشارة هذه بكثافة باش تساهم في بلورة جبر الضرر خاصة بالنسبة للنساء، ونعرف اللي عندنا عدد كبير ياسر من الضحايا من النساء. فبالتالي أنا نجدد الدعوة إنهم ما يتغيبوش على القيام بدورهم ضمن المجتمع المدني، وحتى طبعاً الضحايا النساء مدعوات للمشاركة. وشكراً. شكراً لك. Thank you.